فإن أردت التوبة فينبغي لك أن لا تخلو من التفكر طول عمرك، فتفكر فيما صنعت في نهارك، فإن وجدت طاعة فاشكر الله عليها، وإن وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك، واستغفر الله وتب إليه، فإنه لا مجلس مع الله أنفع لك من مجلس توبة توبخ فيه نفسك. ولا توبخها وأنت ضاحك فرح، بل وبخها وأنت مجد صادق، مظهر للعبوسة حزين القلب، منكسر ذليل. فإن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحا، وبالذل عزا، وبالظلمة نورا، وبالحجاب كشفا. وعن الشيخ مكين الدين الأصمر رحمه الله تعالى، وكان من السبعة الأبدال، قال: كنت في ابتداء أمري أخيط وأتقوت من ذلك، وكنت أعد كلامي بالنهار، فإذا جاء المساء حاسبت نفسي فأجد كلامي قليلا، فما وجدت فيه من خير حمدت الله وشكرته عليه، وما وجدت فيه من غير ذلك تبت إلى الله واستغفرته، إلى أن صار رضي الله تعالى عنه بدلا. هذا الباب افتتح به صاحب هذا الكتاب العظيم الشأن الجليل القدر على صغر حجمه، تاج العروس في تهذيب النفوس. بدأه بالتوبة، لأن إصلاح الشأن مع الله سبحانه وتعالى لا تكون بدايته من غير توبة إلى الله تعالى. ونحن في شهر رمضان، شهر التوبة، وشهر الإنابة، وشهر الاستغفار، وشهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وشهر محاسبة النفوس وضبط الأقوال والأفعال والأحوال، حتى يجد الله تعالى منا ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. لذلك في هذا الشهر وفي سائر شهور السنة وفي سائر أيامنا وفي سائر ليالينا، لا بد للإنسان من أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب المجتبى والنبي المصطفى سيد أهل الورى عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى في اليوم 70 مرة، فكيف بحال العصاة الغافلين المذنبين المقصرين المعرضين من أمثالنا نحن؟ فنحن أولى بالتوبة منه عليه الصلاة والسلام، وأحوج إلى التوبة إلى الله منه عليه الصلاة والسلام. وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعدون له صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة، في المجلس الواحد، يعدون له أكثر من 100 مرة قوله أو قوله عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وتب علي. في جلسة واحدة يقول: ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي. لأنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أول باب يفتحه العبد على نفسه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى هو باب التوبة. ولا تستقيم سائر العبادات، ولا سائر الطاعات، ولا سائر القربات، ولا يجني الإنسان من طاعاته أي ثمرة من الثمرات ما لم يفتح على نفسه هذا الباب. لأن كل عطية من عطايات الحق سبحانه وتعالى التي تتنور بها القلوب وتستقيم بها الجوارح تحتاج إلى محل تقع فيه، تحتاج إلى أواني. وهذه العطايا الإلهية هذه عطايا طاهرة، عطايا فاخرة، عطايا نقية. الإيمان والتقوى والإخلاص والصدق والحضور مع الله والمراقبة لله تعالى، هذه كلها من الأرزاق المعنوية التي هي أعظم عند الله وأنفع لصاحبها من أي رزق من الأرزاق الحسية التي يحصلها الإنسان. لكن هذه الأرزاق المعنوية وهذه العطايا الإلهية تحتاج إلى محل تقع فيه، ولا بد لهذا المحل أن يكون طاهرا، أن يكون نقيا،
أن يكون ملائما لعظم هذه النعم الإلهية ومحلها القلب، ولا يطهر القلب إلا بالتوبة، لا يتنقى ويطهر القلب إلا بالتوبة. ولذلك افتتح هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن النفوس وكيف تتهذب، افتتحه بهذا الباب، وافتتح هذا الباب بقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يتوب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها ظاهرا وباطنا وجسدا وروحا، والحمد لله رب العالمين.